أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: حصل ما نزل من الأمطار في هذه الأيام الماضية في هذه البلاد، نسأل الله أن ينفع بها البلاد والعباد، لكن حصل إشكال البارحة في المسجد، هل يجمعون الصلاة أو لا يجمعون فيما بين المغرب والعشاء؟ فنرجو من فضيلتكم فتوى في ذلك، وما مقدار المطر الذي يجوز فيه الجمع، وما ضابط الجمع في مثل هذه الحالة؟ قد أجبنا على هذا السؤال عدة مرات. الجمع بين المغرب والعشاء في حالة المطر النازل الذي يبل الثياب، يعني لو طلعت يبل ثيابك يتربصن عليك، أما الرذاذ والمطر الخفيف هذا لا يصيغ الجمع، أو ما فيه مطر ينزل ولكن الأرض متملئة بالمياه والطين بينك وبين المسجد بعد المطر صارت الأرض وحل ومياه، والناس يخوضون في المياه إذا جاءوا، فيباح الجمع في هذه الحالة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل تعلم الرياض كما تعلمون واسع، يمكن بعضه يجيه سيل غزير ويجمع أهل الحارة فيه، والناحية الثانية ما جاء شيء أبداً، والناحية الثالثة خفيف السيل، يعني الرياض اليوم واسع يختلف. نعم.